الان قصينا دو زيليمون ميم اون اوتوموتريس يعني بقات لنا يعني قاطره ونصف حتى الان. وبالنسبه للقطاع السريع ما زلنا الجزء المتبقي، حوالي من 30 35 طن، ووضعنا جزء منه على 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 الرايه على سور لو راي في انتظار تجي الرافعه لاكري باش بورسولاجي ان بو اي تيري لو لا باتي ريستونت ونكملوا الرفعه. قمنا بقطع الاشجار حتى نمكن نفتح يعني لجون للشون دانترفونسيون دو لاغري ان طونك ليبراسيون تاع بور لي برونش دارب انسي كو التيراسمون ديجاجمون دي ديبريتو. وفيما يخص هنا هناك عمليه كيما ريكوبيراسيون دي بيس دي بياس تاع لوطوراي حتى نتمكن يعني باستعمال الاجزاء ان شاء الله تكون صالحه ان شاء الله.